بابل الكبير، مدفع صدام الذي أرعب إسرائيل. كانت ماسورة مدفع بابل بطول 156 متراً مع قطر داخلي متراً واحداً تقريباً، وبلغ وزنه 1510 أطنان. نظرياً كان بإمكان بابل الكبير إطلاق قذيفة بوزن 600 كيلوغرام تحتوي على 200 كيلوغرام من المتفجرات لمسافة 1000 كيلومتر، وهذا يضع الكويت وإيران في نطاق استهدافه، كما أن المدفع كان مخطط أن يستخدم كمضاد للأقمار الصناعية باستخدام قذيفة خاصة لها القدرة على الانفجار بالفضاء. النموذج الأول من مدفع بابل تم الانتهاء من صنعه عام 1989 بعد نهاية الحرب الإيرانية. وقتها أدرك الموساد أن المدفع خطره موجه لإسرائيل لو تم استخدامه مع قذائف الأقمار الصناعية.